طب اهدى بس كده يا مستر وافتكر اخر مره شفت فيها الشيكات كان امتى. مفيش من شويه وبعد دخل كاميليا حطت. كاميليا مالها؟ كاميليا كاميليا ممكن تكون خدت الشيكات مع الورق اللي راحت تفرمه، دي تبقى مصيبه سودة. ما هي ممكن تكون ما فرمتهوش. ثانيه هندهلك. انا جاي معاك. كاميليا بقولك ايه، الورق اللي انت خدتيه تفرميه ما كانش معاها حافظه بتاعت شيكات؟ مش فاهمه يعني، ده ورق عادي، من امتى واحنا بنفرم شيكات؟ لو سمحتي ردي على قد السؤال، كان معاها حافظه شيكات ولا لا؟ والله انا اديت الورق كل الاستاذ محسن زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. مش فاهمه يعني بتزعلي ليه بقى دلوقتي؟ انا كده اتخرب بيتي، اتخرب بيتي. الشيكات لو ما اتحطتش في حساب العميل هتبقى مصيبه، ولو قلنا لمدير البنك ان الشيكات اتفرمت هتبقى كارثه. لا طبعا ما ينفعش نقول كده خالص لمدير البنك. احنا ندخل ندور عليهم بهدوء وان شاء الله هنلاقيهم. يلا يلا يا عمي. لما انت روشنا وعملت بص يمين وشمال ما كنا خلصنا الحوار ده ببيت اي حد فينا يا كريم. يا ابني انت غشيم، يا ابني يا ابني انت غشيم. نادر لو مايل على اي حد من العيال بتوع الهاكر هيجيب المكان اللي احنا بنكلمه منه عن طريق الاي بي، انت فاهم؟ وساعتها هنكشف. هنا امن مكان يا حمار. ليه؟ كل المدرسه ساكنين حوالين السايبر هنا، فلما ده يحصل الناس كلها تلبس الحوار ومش يعرفوا مين اللي عاملها اصلا. مين البت ده يا كيمو؟ اتعرفنا عليها. يا ابني انت اكتع يا ابني، ما انا عمال بقولك من الصبح ده فيك اكاونت، فيك اكاونت بزاول بيه الواد نادر، وهو خلاص استوى بقى على الاخر، ناقص بس ان انا اضرب ضربتي. انا ناوي تهكر الاكاونت بتاعه ولا ايه؟ لا هسلمه تسليم اهلي للي ما بيرحمش. هو اخر مره طلب مني رقم التليفون وانا عمال افكر من الصبح ادي له رقم بيت من البنات اللي عندنا في المدرسه تخرب بيته ولا ابن اللذينه. انت هتدي له فعلا رقم واحده معانا في المدرسه؟ اتقل. رقم مين ده عيال؟ مين؟ بس ناديه مديره المدرسه. انت ناوي تودي الواد في داهيه؟ ايه اللي وديه في داهيه؟ يعني هو ما ودانيش في داهيه لما صورني وشاير صورتي وانا بغسل الصحون في الكافيه؟ اسمع دي مس تنياك تكلمني الساعة 3 يكون بابا نام إمضاء المنحرف. العب يا نادر عشان أنا مش قادر. الساعة بقت 3 لما نكلم بقى القطة منحرفة. وأمي عارفة لما نشوف بقى امك عارفه ولا مش عارفه. الو المنحرفه بتاعتنا عندن. ظهر ان الشبكه واقعه وماله، نتكلم تاني. اوه مش هنخلص النهاردة. ايه ده؟ هالو السفلة بتاعتنا، يا ترى ماما نامت ولا لسه؟ وبعدين بقى؟ الله انت اهلك ما ربوكش ولا ايه؟ اوعى تتصل هنا تاني، سامع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي شتمتني، انت طلعت سفلة بجد. طب والله انا مكلمها تاني. ديك ايوه. ايه هو انت فاضيلي النهارده ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا هبلغ البوليس وهيجيبوا نمرتك وهيجيبوك من بيتك، فاهم؟ اوعى تتصل هنا تاني. ايه ده؟ ايه يا سفلة يا منحط الكلام اللي بتقوله ده؟ انت مش عارف بتكلم مين ولا ايه؟ ايه دي الادب دي؟ ايه ده؟ دي مصيبه. لو الشيكات دي كانت اتفرمت مش بعيد على العميل ده كان ينقل كل تعاملاته من البنك، ودول شركه كبيره اكيد هتبقى سمعتنا زي الزفت. انا يا فندم اللي استفزني ازاي الاستاذ عبد العزيز ما يبلغش سعادتك انت بالذات بان الشيكات ضاعت مني؟ ربنا ستر انهم وقعوا في ايدك يا استاذ محسن وجبتهم لي. الحمد لله يا فندم ان انا قريت الورق قبل ما يتفرم، بس انا والله يا فندم يعني مش عايز حد من الاخوه الزملاء يحس كده ان انا بوقع بين سعادتك وبين الاستاذ عبد العزيز. وزي ما سعادتك بتقول وبنتعلم من سعادتك ان سمعه البنك اولا واخيرا. مفهوم مفهوم. على العموم انا بشكرك جدا يا استاذ محسن، دلوقتي تروح على مكتبك وانا هتصرف مع عبد العزيز. تعال هنا يا نادر. افندم يا مس. دي نمرتك؟
ايوه دي نمرتي. ده انت نهارك اسود ومنيل. ليه بس يا مس؟ هو انا عملت ايه؟ بتكلمي تعاكسي الساعه 3 الصبح؟ انا والله العظيم ما حصل. لا حصل يا حبيبي، الترو كولر طلع اسمك ولسوء حظك ان انا حافظه اسمك كويس قوي. يا مس انا اصلا معيش رقم حضرتك. ما انا المنحرفه اللي كلمتها بالليل. يبقى قابلني لو نجحت السنه دي. مش بس بقى السنه دي، انا هبطلك تعليم من اصله. طب يا مس ثانيه واحده بس هفهمك اللي حصل. اخرس كده بقى، مفيش غير ان انا اطلع للمدير بنفسي واقول له على كل حاجه. انا اسف يا مستر بس غالبا مفيش غير الحل ده. ماشي مستر عبد العزيز. كاميليا قولي عايزه ايه بسرعه لو سمحتي. سرعه؟ الشؤون القانونيه وقفتك عن العمل لحد ما يحققوا معاك. ايه؟ بس نادي ارجوكي، الولد مستقبله هيضيع. مستقبله؟ هو انا ازاي ده عنده مستقبل؟ انت لو سمعتي الالفاظ اللي قالها لي في التليفون تقولي ان مستقبله يبقى طبال في كباريه. قولي ميس سوري يا ولد. سوري يا ميس. سوري ايه يا مدام؟ انت مدركه هو عمل ايه ولا ايه؟ هو جاب نمر وحشه في الامتحانات ولا كسر كوبايه في البيت؟ ده قال الفاظ يحاسب عليها القانون، سب وقذف علني. انا مش هتنازل عن حقي، انا هفصله من المدرسه دي نهائي وهعمل لك محضر في الاسم، يعمل لك جنحه سب وقذف تنفعك في مستقبلك. ماما يا استاذ اسماعيل، يعني هو الحكايه كلها مجرد سوء تفاهم مش اكتر يعني، والحمد لله عدى على خير والشيكات ما اتفرمتش. انا بعمل شغلي يا استاذ عبد العزيز، كوني اصدقك بقى وما اصدقكش ده مش هيغير حاجه من اللي حصل. وبصراحه العقد الموضوع بزياده ان العميل عرف الموضوع. والعميل عرف منين؟ انا اللي قلت له، بس والله العظيم ما كنتش اقصد، انا كنت عايز اساله لو معاه نسخه من الشيكات قبل ما الموضوع يكبر. ليه كده بس يا كاميليا؟ انا اسفه والله العظيم يا استاذ عبد العزيز، كل بتوع ده ملوش لازمه دلوقتي، ده مش مجال تحقيق. انتوا بس هتمضوا على قرار وقفكم عن العمل والوصول قدام جهات التحقيق الشؤون القانونيه. طب وهو ماله؟ انا اللي كلمت العميل. لازم تفهموا ان انا حاولت الم الموضوع على قد ما اقدر، بس طالما وصل للعميل كان لازم اخد اجراءاتي القانونيه.